لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بينا أن قضية الإيمان بالقدر تتضمن أربعة مراتب أو أربعة أمور: علم الله عز وجل السابق، كتابة مقادير العباد، مشيئة الله النافذة، خلق أفعال العباد. وقد نقول أنها مرتبتان، كل مرتبة تتضمن شيئين لشدة الارتباط بين العلم والكتابة وبين مشيئة الله عز وجل وخلق أفعال العباد. وفي الجملة يعني لا يوجد مشاكل حتى عند الفرق المخالفة لأهل السنة في قضية العلم والكتابة، لأن الكتابة تابعة للعلم، والمشكلة كلها بتظهر في الكلام على مشيئة الله تبارك وتعالى. ثم ينبني على ذلك الخلاف في خلق أفعال العباد. قدمنا الأدلة على إثبات العلم، وتناولنا في المرة السابقة الكلام على منزلة الكتابة، وذكرنا أن الكتابة يعني دلت النصوص على أنواع من الكتابات، وجاءت نصوص فيها ذكر المحو والإثبات، وكان هاهنا قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، هو الجمع الذي يمثل الجمع بين أن ما شاء الله كان هو لم يشاء لم يكن، وبين أن يبقى في حاجة اسمها محو وإثبات. وهذا يعني في هذه المسألة وفي غيرها دايما بيبقى الواجب الجمع بين الأدلة وفهم بعضها على ضوء البعض الآخر، وبيبقى في يعني أدلة مفتاحية بتكون هي اللي فيها الدلالة على هذا الجمع من الأدلة، كهذه الآية فيما يتعلق بقضية هل يمكن أن يتغير ما كتب. فبنقول أن هناك أم الكتاب، وهو الكتابة التي أمر الله عز وجل بها القلم أن يكتبها أول ما خلق، وإن هذه الكتابة تتضمن تفاصيل، منها أن يوحى للملائكة أن عمر فلان كذا عام، ويكون الملائكة لا يعرفون إلا هذا، ويبقى ملك الموت بيأتي عند نهاية عمره الذي كتب يوم خلق جنينا في بطن أمه مثلا أن عمره كذا، فيأتي ليقبض روحه فيقول الله تعالى: إنه كان يصل رحمه فزيد في عمره كذا. هذا مكتوب في أم الكتاب، إنه سيكتب عمره كذا ويزاد في عمره كذا من أجل صلته لرحمه. يبقى إذن عندنا أم الكتاب لا تتبدل فيه الكتاب، ويكون فيه وما يذكر فيه قد يكون فيه أمور، أنه يوحى إلى الملائكة بكتابة أمور في التقادير الأخرى ثم تغير. طيب التقادير ديت يعني بعضها بيشمل يعني فترة زمنية كبيرة وبعضها أصغر، فأقل التقدير اليومي
وأوسعه التقدير يوم القبضتين. يبقى حتى التقدير يوم القبضتين ده هو دون ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، وإن كان هو تقدير كتب فيه شأن البشرية كلها. لذلك يقول: ويتبع هذه الكتابة الأولى، وهي الكتابة في اللوح المحفوظ، كتابات وتقديرات أخرى، منها التقدير يوم القبضتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره. خلق الله تبارك وتعالى كل بني آدم على هيئة ما، كهيئة الذر مصغرة جدا، أخرجهم الله عز وجل إخراجا، ثم أخذ قبضة. يقول: وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. فقال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: على مواقع القدر. وفي رواية: أخذ قبضة بيمينه فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وأخذ قبضة بشماله وقال: هؤلاء في النار ولا أبالي. في الهامش بيعلق على هل الرواية التي ذكر فيها الشمال صحيحة أم لا، ولا اللفظ نعتبره لفظ شاذ، لأن ثبت أن كلتا يدي الله ترك على يمين، ولأن الشمال قد توهم النقص. والصحيح إثبات أنها اليد الأخرى، وهي شمال بهذا المعنى، ولكنها يمين من حيث الشرف والفضل والبركة. طيب، هنا الاستشكال، فعلى ماذا نعمل يا رسول الله؟ قال: على مواقع القبر. وسيأتي طبعا، احنا قلنا ان الاشكالات كلها في الكلام على مشيئة الله النافذ. وفي الواقع قضية القدر قضية في غاية اليسر، قضية فطرية لها حل وحيد لا يختلف عليه عاقلان، ومع هذا يضطرب الناس فيها اضطرابا شديدا. إلا إذا جئت تقول: هل يمكن لعاقل أو لمؤمن يؤمن بوجود الرب الخالق الرازق المدبر أن يتصور أن الله عز وجل يقع في ملكه ما لا يريد؟ تجد أنه لا يتصور حد يؤمن بالإله خالق رازق مدبر، وبعدين يقول: والله ممكن الناس تريد تفعل شيئا لم يشأ الله وقوعه. فيبقى طب خلاص، هنا ده كلام أهل السنة، أن الله لا يقع في ملكه ما لا يريد. والجبرية بيقولوه، بس بيقولوا وبناء عليه فالعبد مجبور. طب نيجي نقول له: هل تجدون حسا وعقلا ثم تفرق بين حركة المرتعش، الحركة اللا إرادية اللي ممكن الإنسان يكون عنده خلل في الأعصاب ولا حاجة فإيه ترتعش يده، أو المقيد حد يكتفه وبعدين ينقله من مكان لمكان، ولا اللي راح برجليه، هل تجدون فرقا بين هذا، بين حركة المرتعش والمقيد، وبين حركة الإنسان العادي؟ فإن ادعوا أن لا فرق فهذه مكابرة ومعاناة. طب وإن قالوا الفرق، فالفرق هو الإرادة. إذن العبد له إرادة ومشيئة بها تقع أفعاله. يبقى لازم نوقن أن العبد له إرادة
وده أمر فطري وحسي ونراه. طيب، وكمان لازم نوقن بمسؤولية العبد عن أفعاله، ولو افترضنا غير ذلك يضطرب نظام العالم. لذلك بيجي الجبرية يقولوا لا، العبد يعني غير مسؤول عن أفعاله لأنه مجبور، إنما ألزم بالقضاء. نقول له طيب تلتزم، ده انت دلوقتي عايز تخلي يوم القيامة يعني إبليس والعياذ بالله كأتقى الناس وفرعون. طيب انت في الدنيا لما حد يسبك او يشتمك او يقتلك او يقتل ذويك، انت هتبقى شايف ان هو، خد بالك كلام الجبرية، ان هو غير مسؤول اطلاقا باي درجة من المسؤولية. كمان ما اي درجة من المسؤولية تدخلهم في قضية اثبات القدر على طريقة اهل السنة. ولذلك يعني يحكون نوادر لبعض الجبرية طرد مذهبه، معناها بيقول تتقال نوادر لانه هو مستحيل يعملها طول حياته، يعني مستحيل ان اللي يجي يضربه يقول له، يجي يقول له يا عم القدر، اللي يجي يسرق ماله يقول له القدر، اللي يجي يعتدي على عرضه يقول له القدر. في او يحكوا حكاوي كده بقى، يعني ان حد كان مخلص قوي لبدعته والعياذ بالله، فيقوم ايه ما اعتدي على ماله او فجرت نساءه، يهم بعقاب الجاني يقول له ايه، كدت ان تظل وتاخذ مذهب ابن عباس كما كان، اقول ايه فيرجع ويقول الخيره فيما اختاره الله. ولا يعني لا اتصور ان في حد مهما كان مؤمن بعقيده الجبر هيقدر يطرد هذا المذهب ويعيش بيه طول حياته. لو عمله في موقف مش هيقدر يعمله في التاني. انت تيجي بقى ايه يعني تمد ايدك في جيبه تاخد اللي في جيبه وانت في امان تام، واي حاجه بقى يعني على هذا فقس. طيب اذا اتفقنا انه عقلا وشرعا وبكل المعايير، ان اذا طالما اننا نؤمن باله خالق مدبر فلا يمكن ان نتصور انه يقع في ملكه ما لا يريد. واذا كنا بنقول ان العقل والفطرة بيقول انه لا، عندنا وجود حالات الاكراه او حالات الحركات اللا ارادية التامة، ويضربوا حركة المرتعش ان دي حركة ظاهرية لا ارادية، طبعا زيها بقى اي حركة في جسم الانسان. تقدرش تحاسب الانسان ان هو قلبه بيدق ولا ان هو ايضا نضرب مثال بقى بالايه، بالحركه الظاهريه. ففي اجماع على انه ثمة فرق بين حركه المرتعش والمقيد وبين حركه الانسان الطبيعي، وهذا الفرق هو الاراده. فاذا في اتفاق على الانسان له اراده، ولذلك الافعال التي تقع بغير اراده بنقدر نميزها، والعقل والعرف والقوانين الوضعية وغير الوضعية تبتدي تتكلم عن حالات الإكراه تديها أحكام خاصة. وطبعا في الشرع الإكراه يعني ما يعني عذر يعني معتبر. وفي نفس الوقت برضو العقل والعرف وكل ما شئت يقول مستحيل تتبنى مذهب، مستحيل يوجد حياة مستقرة بعيد بقى عن يعني حتى بغض النظر عن مسألة المردود الديني، او انك انت تتبنى مذهب تقول ما فيش حاجة اسمها مسؤولية الانسان عن افعاله. طب خلاص المسألة كده، بنثبت مشيئة الرب عز وجل وبنثبت مشيئة العبد. ايه اللي بيوجد المشكلة؟ هو السؤال الجدلي،
ماذا لو أراد العبد غير ما قضي عليه به؟ الإجابة مستحيل الكلام ده يحصل. طيب ليه؟ خد بالك أنا بقى دي الإيه السقطة الكبيرة جدا. كتير من المعاصرين لما بيجي يشرح دي بيشرح كل اللي احنا قلناه ده كويس، وبعدين بيوصل بقى انه لا يا اخوانا مش هيحصل ان الانسان يشاء غير ما شاء الله منه في الازل. لماذا؟ يقول لا، لانه شبه المدرس الذي خبر تلاميذه جيدا، فقبل ما يحط الامتحان حط الدرجات. جاوبه وصحح الامتحان بناء على اجاباتهم، طلعت الدرجات زي ما هو حطها بالظبط. ليه؟ لانه خبير باحوال تلامذه. طبعا اي مثل بتضربه بتقول ولله المثل الاعلى. وفي فروق، علم الله لا يخطئ، علم المدرس ده مهما كان خبير يخطئ، ممكن يقدر ان الطالب ده شاطر جدا والطالب ده يجي اليوم يوم الامتحان وينسى، يبقى المشكلة جت من عند الطالب. بس كل الاحترازات دي مش هي المشكلة، لان انت في الاخر الصورة لو كانت الفكرة ان اصل تعليل القدر انه هو العلم والكتابة فقط كان ممكن المثل ده يبقى صح وتحترز. خد بالك فرق بين علم الله وعلم العبد، لكن هي مشكلتنا الجوهرية ان هذا المثل اثبت العلم والكتابة ولم يذكر مشيئة الله النافذة، فجعل المشيئة هي مشيئة العبد وانها ستقع موافقة للعلم. لا، هي مشيئة العبد ستقع موافقة لمشيئة الله. يعني وطبعا ممكن تقول ما فرقتش خلاص، يبقى تثبت الحق. اثبت الحق ان ايه؟ في علم وكتابه ومشيئه لله عز وجل، كل دول قضوا بان سيكون العبد على الحاله الفلانيه. تيجي مشيئته هو توافق العلم والكتابه والمشيئه، فيشاء ما علم الله من حاله وكتبه وشاءه منه. يبقى إذن طيب بنقول إلى الآن تبدو المسألة ما فيهاش خيارات أخرى، يعني كل سؤال طرحناه ملوش إجابة تانية، ملوش إجابة تانية صحيحة، له إجابة واحدة صحيحة وباقي الإجابات باطلة تماما، بطلانها واضح يعني وضوح الشمس في كبد السماء. هل يمكن أن يقع في ملك الله ما لا يريد؟ جزما لا، وجزما لا بكل المعايير الشرعية والعقلية ولا. طيب هل العبد له إرادة ومشيئة؟ جزما نعم، وجزما نعم دي بيؤكدها إن كل الناس هتيجي في حاجات ويقول لك ده مسلوب الإرادة. بقية الأفعال بقى إيه وضعها؟ طالما انت هتيجي عند المقيد وتقول مسلوب الإرادة، المكره وتقول مسلوب الإرادة. يعني حتى الإكراه ذاته طبعا مسألة قلناها كتير، الإكراه ذاته لا يسلب الإرادة، أو الإكراه اللي احنا معنيين بدراسته فقها مش اللي بيسلب الإرادة. الإكراه الذي يصل إلى حد سلب الإرادة تماما لا يقال معه ان هو رخصة ولا انه يجوز له كذا او انتفى. ساعتها بنقول ارتفع عنه التكليف بالكلية وصار كالأداة في يد مكرهه. هتيجي تقول واحد كتف واحد وربط سكينة في ايده وربطها، يعني قلنا ما فيش اي فرصة انه له ارادة يمسك السكينة ولا يمسكهاش، وراح ماسكه بالسكينة دي وضرب واحد تاني. هذا الشخص هو والسكينة سواء، بنستبعده من الموضوع، لا نقول له انت احسنت او اخطأت او اسأت او انت، لا انت كنت كالجماد اللي متكتف بهذه الصورة. ويبقى الكلام في شخص ضرب الاخر بسكينة حتى ان كان رابطها في ايه؟
في آخر. أمال إيه الإكراه اللي بيبحث أو محتاج بحث ويهدد بعقوبة؟ تقول له افعل الذنب الفلاني وإلا ستقتل. هنا هو لسه له إرادة ويقدر يفعل أو لا يفعل. بس هنا بيجي الكلام بقى على العذر بالإكراه، إنه لو غلب على ظنه إن الذي يهدد جاد في تهديده وقادر على إيقاع هذا التهديد، وكان هذا الشيء الذي يهدد به يمثل ضررا ومن جهة أخرى يتناسب مع الذنب المكره عليه، يبقى هنقوله ده يجوز له أن يقدم بإرادته على فعل المعصية. لكن هنا الإرادة اللي معناها قرار الفعل، لكن هي مش إرادة تامة. الإرادة التي يحاسب عليها هنا في إكراه أثر على تلك الإرادة. مش ده موضوعنا الآن، دي إشارة بس كده. كل البشر يفرقون بين الإنسان بقى المسلوب الإرادة تماما وبين الإنسان الطبيعي. الفرق ده هو الإرادة. يبقى إحنا ليه بنضرب الفرق ده؟ عشان نقول له أنت تثبت للناس إرادة. لا، مش تثبت له، نقول له طب تعتبر كل الناس زي المقيد ده؟ كل الحركات زي حركة المرتعش ولا في فرق؟ طب لو في فرق ايه هو؟ لا يبدو ثم تفرق يمكن ان يذكر الا الايه؟ الارادة. وفي نفس الوقت مسؤولية الانسان على افعاله لا يستقيم حال الدنيا اذا افترضنا ان الانسان غير مسؤول عن افعاله. وفي كل المجتمعات وكل الاعراف وكل القوانين الى اخر ذلك. فاذا اثبت لله إرادة ومشيئة، وقلت أن الله لا يقع في ملكه ما لا يريد، وأثبت للعبد إرادة ومشيئة بها تقع أفعاله، يبقى السؤال هل الـ 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 هل يمكن أن يريد العبد شيئا غير الذي شاءه الله منه في الأزل؟ الإجابة لا. الإجابة واضحة جدا وسهلة، ولأن أي إجابة أخرى هتساوي طب لما المشيئتين اختلفوا الفعل اللي هيقع وفق انه مشيئة. فلو قلت في مشيئة الرب يعني معنى كده ان العبد وقع منه فعل بغير مشيئة، واحنا مش نتكلم على المكره كمان، ما ينفعش. طب هنقول مشيئة العبد يعني معنى كده ان الله وقع في ملكه ما لا يريد؟ يبقى اذا مستحيل اي فعل سيقع. خد بالك احنا هنركز ايه في جوجل، اي شيء سيقع. ليه؟ عشان هيجي معايا كلام كلمة الارادة بمعنى الطلب. يبقى الله عز وجل يريد منا اي شرع لنا وطلب منا على سبيل الابتلاء والامتحان، مش دي اللي بنتكلم عليها هنا. طبعا دي تحتاج ايه؟ دي احد الجزئيات اللي تحتاج بيان عشان ما تتدخلش. اقول انا المشيئة، شاء مشيئة أن الشيء يقع. المستحيل العبد يشاء شيء غير الذي شاءه الله منه في الأزل، لأنه في الأمور التي تقع، أنه مستحيل الأمور تقع إلا بأن تتفق المشيئتين. يبقى الله شاء منه ذلك وهو شاء ذلك، ولا يتصور غير هذا. السؤال كيف، هو ده بقى اللي عامل كل المشكلة دي. وارد في أي علم من العلوم، في علوم الدين بل وفي علوم الدنيا، يكون عندي سؤال أعجز عن إجابته. ده لا يقطع في أي شيء، عادي جدا يوجد شيء نعجز عن إجابته. مشكلة الإجابات الأسئلة المعجوز عنها إن البعض يستكبر أن يقول
هذا أمر نستحيل أن نحيط به علم، أو لو نتكلم على علوم الدنيا هذا أمر مجهول لنا حتى الآن. أنا في الدنيا أقدر أقول إيه حتى الآن، لأن وارد إيه في أي مسألة من المسائل أجد إجابة في وقت من الأوقات. اللي بيخجل إن يقول كده مشكلته بيبقى البديل إيه؟ أن يهرف بما لا يعرف. يعني أنا هنا أوصل لكيف أقول ما هو أنا عندي هنا المسألة أحد أفرادها إثبات مشيئة الله عز وجل، وهي صفة من صفاته، وصفات الله لا نسأل فيها بكيف، نعجز ما نسأل كيف، نعجز عن الإجابة. فهنا السؤال بكيف سنعجز عن إجابته. طب الذي لم يرضى بأنه يقول إيه والقدر هو سر الله في خلقه زي ما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، ما رضاش يقول كده، يعمل إيه؟ يقعد يلف ويدور ويبحث في المناهج الفلسفية زي ما الرازي قال لنا. تيجي تقرأ مثلا كلام الرازي في تفسيره تحس إنه عنده يعني، طبعا هو مشتت، معروف تشتته واضطرابه اللي عبر عنه هو بنفسه، لكن أصدق قضية تجد فيها مثال لتشتتي واضطرابي قضية القدر. دين ما يجي يعني أي آية ترتبط بها تلاقيه شرق وغرب في كلام الجبرية والقدرية والفلاسفة وبعدين يرجع بحل يناقض إحدى القضايا القطعية التي ينبغي أن يسلم بها، يجي ينقض إحدى المسلمات. يعني أنت مش معرفتش تجيب حل، أو كان من الأول تقول أنا هنا وقفت، طب اللي مش عايز يقف هنا بيبحث، طيب ماشي ترجع لنا من البحث بإيه بقى؟ يقعد يقول لنا كلام كتير حاصله أن الله يقع في ملكه ما لا يريد، كلام القدري. أو التاني يلف ويرجع ويقول إن العبد مجبور، ويترتب على كده إنه ليس من أحد مسؤول عن تصرفاته، فيجيب لنا هذه المناقضة للمسلمات، بينما هو كان يسع ويقول إلى هذا الحد وانتهى درجة إدراكنا خلاص. ده هي القضية مقدمتها فطرية جدا ومش مطلوب أكتر من جد، بس مطلوب عندما تجد أسئلة لم يخبرك الوحي بها فمش هتلاقي لها إجابة. طب اللي حاولوا يروحوا يجيبوا إجابة هم ما رجعوش بإجابة، هو رجع بمناقضة المسلمات. لكن حد يقول طب سؤال آخر بقى، ما هو أنت يعني ما نفيناش مشيئة العبد، بس قلنا طالما إنه عارف أن مشيئته لابد وأن تأتي وفق المشيئة السابقة، فإذا فيما العمل؟ نقول له كان يمكن أن يكون هذا عذرا لو أنه اطلع على القدر، كان ما يعرفش، وبالتالي هو هيدخل الاختبار وهيبتلى وسيختار بمشيئته، وهي ستكون وفق ما قدر الله عز وجل علما وكتابة ومشيئة. يبقى ده خلاصة الايه كل الكلام الكتير اللي ممكن يثار في هذه القضية.
طبعا انا لسه بنتكلم في مرحله الكتاب، لكن هو لان فالحديث اوردناه لاثبات الكتاب يوم القبضتين، لكن لان ورد في السؤال وانه ففيما العمل طالما كتبت المقادير، قال على مواقع القدر، يعني العباد يبتلون ويختبرون ويقررون ويشاءون فيفعلون فيقع فعلهم على مواقع القدر، ويحاسبون على فعلهم. يعني عشان كده اللي بيموت قبل ما يفعل الفعل يبقى الذي مات قبل أن تبلغه دعوة الرسل حكم أهل الفترة، أو مات وهو إيه أصم، يعني جاله دعوة، يعني أدرك دعوة الرسل لكن كان وقتها مجنونا أو أصما لم يسمع أو غير ذلك، لا يحاسبه الله عز وجل بعلمه السابق، ولا وإنما يختبر في الآخرة ليقع منه عمل بمشيئة منه فيحاسب عنه. هذا إيه؟ يقول: فلا يبالي الله عز وجل بطاعة الطائعين ولا معصية العاصين، ولا يزيد في ملكه طاعة طائع ولا ينقص من ملكه معصية عاص، ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم، لو كانوا كلهم كانوا ذلك الرجل التقي أو أكثرهم تقى، ما زاد ذلك في ملكه شيء، لأنه هو الذي قدر ذلك وهو الذي جعله كذلك. ومن الأدلة أيضا يقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة بكتابين في يده فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقالوا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال: الذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال: الذي في شمالي وهذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه: ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ قال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. وقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث، بعض العلماء قال تحمل على أنه إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فأسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل هو، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فأسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وبعض العلماء قالوا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، عنده نفاق أو غير ذلك. وهو بعيد، لأن هنا هو الإنسان قال يعمل بعمل أهل الجنة،
فظاهره أنه يعمل به ظاهرا وباطنا، حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع. يعني عمل كان عملا صالحا يعني لو أنه استمر عليه لجازاه الله عز وجل به دخول الجنة، لكن ها هنا إنما ذكر صلى الله عليه وسلم ذلك من جهة لا نيأس من فضل الله عز وجل، حد ابتلاه الله عز وجل بكفر أبيه أو أمه أو قومه فيظل حريص على دعوتهم، وإن يمكن في اللحظات الأخيرة أن ينقذه الله عز وجل من النار بفضله ورحمته أو بسبب دعوته إياهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على إلى آخر اللحظات على دعوة كل من يراه قد أقدم على الموت، يعني عم أبو طالب، ولم يقتصر الأمر على هذا، الغلام اليهودي وغيرهم. وكذا الحذر، الكلام بقى اللي ممكن نقوله، مين اللي بيعمل بعمل أهل الجنة فيصفق عليه الكتاب يعمل بعمل أهل، مش واحد كان بيعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وعنده نفاق، لكن حد عنده ثغرة، عنده فتنة لم يتحصن منها، يعني يكون بيعمل بعمل أهل الجنة ولكن في فتنة وعانة لم يختبر فيها، يكون هو عايش حياة سراء وإيمانه ضعيف، هو متوهم أنه هو حصر نفسه جيدا، لكن هو في الواقع يعني متعايش مع حالة السراء، ما حصلوش الطغيان مثلا اللي ممكن يحصل عند البعض، لأن السراء قد تطغي، لا هو جاهد نفسه في الحتة دي، لكن عنده جزع شديد جدا، فلو بعد ما كان هو يعيش في حياة السراء ويؤدي عبادتها يؤدي شكرها ولو استمر الحال به كذلك لدخل الجنة، تدركه فتنة الضراء فيجزع. طبعا والعياذ بالله البعض قد يرتد، ونشوف صور حد تصيبه ضراء فيسب الله عز وجل أو يسب القدر أو، وده له علاقة بال، وهو كان مؤمن وكان بيعمل بالطاعة قبل أن يبتلى بذلك، والعكس ممكن حد ابتلي بالضراء وهو نتيجة إن هو يعني عاش حياته في شظف العيش فقدر يصبر، وشايف إن الصلاة والذكر بتعينه على الصبر وتقربه من الله، عن يبتلى بالسراء تفتح عليه الدنيا، فبرضه ممكن يفتن الفتنة اللي هي أن يقع في الكفر والعياذ بالله، أو الفتنة أن يقع في المعاصي التي تجعله مستحق للنار، لما تفتح عليه السراء يبقى عنده الطغيان، يبقى تتيسر له أسباب معاصي ما كانتش على باله، لما بقت متيسرة ضعف أمامها كلها. طب يبقى والغرض ان الانسان يعني لا يأمن على نفسه الفتنة الا مع نهاية حياته، يعني لا يأمن على نفسه الفتنة ابدا، يبقى بيجاهد نفسه ووطن نفسه، بالذات عندما تتبدل احواله، يعني اي حاجة جديدة هو داخل عليها يحتاج يحصن نفسه أو يتعلم، إلى يعني هو يعني بادئ الدنيا تفتح عليه، محتاج يعني
يقرأ عن الشكر ويتمثل ذلك الشكر، وما يسيبش نفسه لغاية ما فجأة كده يلاقي ان الدنيا فتح عليه قوي، وهو او العكس يلاقي نفسه بيتعرض لابتلاءات، يعلم نفسه الصبر وهكذا. يبقى هنا الشاهد إثبات القدر، والفوائد المتعلقة بهذه النصوص بلا شك أكثر من مجرد أن نثبت علم الله السابق وأن نثبت أنه كتب هذه المقادير. طبعا لها أثرها الإيمانية وغيرها اللي احنا ذكرناها في هذا السياق. قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل، وبين أن وجود القدر السابق لا يعني ترك العمل، لأن الله عز وجل كتب المقادير بأسبابها. فقال: هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وقال: هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، وليس هذا أمرا مكتوبا بلا أسباب، فلذا عليك أن تأخذ بالأسباب، لأن الله خلق لك قدرة وإرادة يقع بها فعلك، ولكن ذلك لا يعني الخروج عن القدر. وهذه المسألة التي حيرت البشرية، وجوابها في هذا الحديث الذي لا يتجاوز السطر، يعني عبارة وجيزة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعملوا فكل ميسر لما خلق له، نص سطر أو أقل كمان، أن الناس تعمل وكل ميسر لما خلق له. فالإنسان ليس مسيرا فقط ولا مخيرا فقط، لأن كلمة مسير يعني أنه لا اختيار له، كالسيارة يقودها صاحبها ويوجهها، وكونه مخير يعني أنه لا سلطان لأحد عليه، فكلا الأمرين باطل. إنما يجمع بين الأمرين، فالإنسان له اختيار ومشيئة، وجعل الله وقدر له قدرة. والصواب في التعبير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلا يلزمنا أحد بإحدى إجابتين كلاهما خطأ، فيقول لك الإنسان مسير أم مخير، وكأنه يقول: هل 5 + 5 يساوي 9 أم 11؟ مسألة مهمة جدا في عموما، يعني في البحث بالذات في شؤون الاعتقاد وغيرها، إن ساعات السؤال يعني هو ممكن حد السؤال اللي ممكن يقال إنك ملتزم بالإجابة فيه، وكمان حتى ده اللي هو السؤال لما يبقى فعلا الأمر له احتمالين فقط ويقول لك اختار كذا وإما كذا. لكن هنا هو سؤال اختياري وطارح عليك إجابات كلها غلط، ومصر انك تختار واحدة منها، تقول له: طيب إذا أنت مستفهم فإحنا بنقول لك لا، الإجابة واحدة ثالثة غير اللي أنت بتقوله. طب أنت مناظر، نقول له: لا يمكنك أن تلزمنا بأن نختار إحدى الإجابتين إلا بعد أن تثبت أن هذه هي كل الإجابات الممكنة. يعني في الإلزام، يعني لما تيجي تقول لي بقى إن الأول السؤال الفلاني الاحتمالات العقلية للإجابة 1 2 3 4، وبعدين تسألني في المناظرة في احتمال آخر عقلا، مش إيه اللي صح وإيه اللي غلط، ولا لا مفيش مثلا، لو سلمت معاك إن مفيش تقول لي: طب اختار بقى الإيه، اختار لك واحدة من اللي احنا قلنا إن الإجابة عقلا لن تخرج إيه عنهم. لكن انت تيجي من الاول تقول لي: انت وضعت خيارين، انت متوهم ان الاجابه يجب ان تكون هي هذا الخيار او ذاك. لا، انت باحث المساله غلط، ويتصور عقلا بل
الخيار اللي انت حذفته هو او اللي انت لم تتصوره هو الخيار الصحيح، وبالتالي بنعكس عليه المسألة لما بيقول لا لابد من إجابة، نقول له طب لو حد قال لك 5+5=9 ولا 11 هتقول له ايه؟ هتقول له انت حطيت لي خيارين غلط. نقول له انت بالظبط كده بتقول الانسان مخير ام مسير، حطيت لي اجابتين كلاهما خطأ، وانا بقول والصواب إجابة ثالثة لم تذكرها أنت في خياراتك. يقول اللي بيقول لنا الإنسان مسير أم مخير كأنه بيقول لنا 5+5=9 أم 11، فنقول كلا الإجابتين خطأ، والصواب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فكلمة اعملوا قالها مع إثبات القدر، فإثبات القدر لا يعني ترك العمل، فقال اعملوا وأثبت العمل فكل ميسر لما خلق له. فكلمة لما خلق له لا تعني أنه يدخله بغير عمل، إلا أن بعض أهل الجنة يدخلهم الله الجنة بلا عمل عملوه ولا خير قدموه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. مسألة أخرى، يعني مفيش حد بيعمل بغير إرادة، وكل إنسان سيعمل ستكون إرادته ومشيئته لما خلق له، وهذا لا ينفي ان حد يدخل الجنة بغير عمله، ده ملوش علاقة بقضية القدر، ده فضل من الله تبارك وتعالى، ان حد يقدر الله تبارك وتعالى ان يدخله الايه الجنة. قال ولكن النار لا يدخلها احد الا بعمله، ولا يدخلها احد الا بعدل الله سبحانه. هو على الرغم من ان هذه الفقرة كانت مخصصة لمناقشة احد الكتابات، وهي الكتابة يوم القبضتين، الا ان الكلام فيها تطرق لمناقشة الشبهات في قضية القدر نتيجة ان الاحاديث الواردة في ذكر يوم القبضتين ذكر فيها أسئلة واستشكالات طرحها الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نكتفي بهذا القدر، بذات الكتابة يعني قلنا هنرتب الكتابات، يعني الكتابة تقريبا بتكلم على البشر كلهم يوم القبضتين، ثم كتابة اللي بتشمل حياة الإنسان كلها وهو جنين في بطن أمه، ثم الكتابة الحولية والكتابة اليومية. كتابة الإنسان وهو جنين في بطن أمه يعني أيضا كونها نوع من أنواع الكتابات الثابتة في قضية القدر ما فيهاش إشكال، مجرد نذكر الأحاديث الواردة في هذا الباب، لكن هي متعلق بها مسألة فقهية يكثر الكلام حولها، وهي يعني متى ينفخ الروح في الجنين. مسألة في غاية الأهمية، لأن العلماء بيقولوا بالذات في زماننا طبيا بيكثر الكلام على الإجهاض، دعك من كلام الغرب اللي عايز يعتبر ان ده حق، حاجة عجيبة جدا، يعني حق قتل، يعني حق يعني مبالغة في حق المرأة لدرجة ان يبقى من حقها ان تقتل نفسا، نفس خلق الله عز وجل في رحمها، ومعترفين انها نفس ويقولوا ايه المهم يعني. لكن شرعا ما لم تكن هذه نفس فلا يصل أمرها إلى الحرمة،
فإن كانت نفسا فهي حرام. متى تعتبر هذه نفس؟ العلماء مختلفون، هل عند 40 يوم من الحمل، من بداية الحمل، ولا عند 120 يوم؟ والخلاف في هي الحديث الواردة في كتابة قدر العبد وهو جنين في بطن أمه، يعني مسألة قد يعني ما هيش مرتبطة قوي بالمسألة القدر، ولكنها لها هذه الأهمية. طبعا بيهم ليه؟ لأن لما بيجي سؤال حوالين ما يدعيه كثير من الناس، أو بيبقى السؤال جاي في صورة إن في ضرورة طبية تقتضي الإجهاض، ولا دعنا من كلام الغرب اللي هو ممكن عايز يعتبر ده حق. فأنت قبل أن تصير هذا الحمل نفسا يمكن الإفتاء بهذا، يعني ما انتش داخل هتقول هو حكم الكراهة، فبيبقى هنا الأمر فيه الأقدام على شيء مكروه. طبعا يعني يختلف تماما عن الأقدام على قتل نفس، وإن كان يعني ممكن العلماء بيقولوا إن الجنين لم يصبح نفس كاملة التكوين، فممكن نجد كلام لبعض المجامع الفقهية إنه لو في كلام طبي موثوق منه تماما بأن هناك ظن راجح بأن الأم تموت إذا استمر هذا الحمل فيمكن إسقاطه. ده كلام لبعض، على فكرة كلام محل اجتهاد كبير، وبعض العلماء يقول لا خلاص نفخ فيه الروح بقى نفس محترمة لا يمكن إن احنا يعني نقترب منها حتى مهما كان. أقول لا، احنا يمكن ما زال هو نفس غير مكتملة النمو، فيمكن ان احنا نبحث مسألة ماذا لو انه هناك كلام طبي من اطباء موثوقين عن انه حياة الام في خطر حقيقي وليس مجرد وهم او مشقة الى اخر هذا. المهم يعني انا عندي هنا في التاريخ اللي هنقول او سيترجح لدينا لانه هو تاريخ نفخ الروح، هيترتب عليه المسألة تنتقل من ان امر مكروه ممكن لو اتقال في خطر ما على الام تقول خلاص يعني يمكن ارتكاب المكروه ده لدفع هذا الخطر، وبين ان انت لا ده الامر هنا انتقل الى انها نفس محترمة ويبقى لابد فيها يا اما المنع التام يا اما يعني لا يكون هذا الا في احوال الضرر القصوى فعلا. وبالتالي يمكن الـ يعني الـ نحتاج واحنا بنتكلم في هذه المرتبة ان احنا نحقق هذه المسألة، نستكملها في المرة القادمة ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.